تحت رعاية الشيخ محمد بن زايد النهيان ولي عهد أبو ظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، اختتمت فعاليات أسبوع أبو ظبي للاستدامة الذي صدفته شركة أبو ظبي لطاقة المستقبل مصدر خلال الفترة من 12 إلى 19 من يناير الجاري. بحسب تقرير صادر عن مصدر، بلغ إجمالي قيمة المشاريع الاستثمارية الموقعة خلال القمة العالمية لطاقة المستقبل ضمن فعالية أسبوع أبو ظبي للاستدامة بلغ نحو 11 مليار دولار، أي ما يعادل 40 مليار درهم إماراتي و40 مليون. 400 مليون.